ستارتان كنتوا تسمعوا نجمة الليل بصوت برانس ميسيل اللي هو فنان جديد على الساحة، والمرة نكتشفوه كرابر، نعرفوه كيوتيوبر، نعرفوه كممثل، لكن أول مرة ظهر لي بغنيته الأولى تو غنيته الثانية. كاين نخذي الأمور بجدية، خليني رحب بيه ترحيب كبير أميرة ليلي، أهلا وسهلا. عندك مشكلة في الكاسك؟ نحب نرحب بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. كما قلت انت فكره هم مروحين من البحر، ماشيين للبحر، تاكسي ستي مروحين من الخدم، التاكسي ستي اللي اكيد يسمعوا فينا في اذاعه تي اف ام وديما عاملين معنا جو، نحب نرحب بهم. ثاني حاجه يا وميما يبارك فيك، الاغنيه الثانيه كنتوا تسمعوا فيها ان شاء الله تكون عجبت الناس اللي سمعوها. انت عاد عندك ردود الفعل اكثر، الناس شنو تقول لك؟ بربي شوفوا له الكاسك، يحب على الكاسك، تحب تسمع صوتك؟ اي خاطر كي ما نسمع صوتي نحس روحي مانيش قاعد نتكلم. باهي مش مشكله، نكمل نشوفوا بعد في البوب الحكايه نتاع الكاسك هذا، علاش ماهوش يسمع في صوته. كاينك خذيت الامور بجديه ميرا. اي وميما خذيناها بجديه، والعمل الثاني لقى ترحاب كبير من الناس، وبرشا ناس قالوا لي نيفو قاعد يطلع حتى في الايماج، حبينا ننوع شويه، جبنا درون، الكليب موجود على اليوتيوب، الناس اللي تحب. قداش وصلت عدد مشاهدات؟ 217,000 في 5 ايام. باه 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 صرفت عليه؟ باه هذا هاي وصلنا ل 500 دينار هكاك. عملت سبونسورينغ؟ باهي. لا صرفت في الانتاج. صرفت في الانتاج في التصوير اللي تكلف لي. نحب نقدم تحيه بالمناسبه بلاي كبيره التونيزيان كامبرز محمد وطه اللي هما هزونا لك بلاصه المانيفيك في تونس، اللي عندنا برشا بلايص مزيانين. هما هذه المهمه نتاعهم ما شاء الله عليهم، هزوني البلاصه هذيك، قدم لهم تحيه اللي وفروا لي الكونفور الكل باش نجمنا نصوروا في البلاصه هذيك. وسفيان اللي طاير لنا الدرون، ديريكتور نتاع درون، وسكيل المخرج. ديما لي رابور كي يجيو هون يحكيو على قداش تكلفه الكليب، يقولوا حكايه فارغ 500,000 100,000، ساعات يقولوا لي حتى اقل 50,000. علاش هاو رخيص الكليب؟ علاش ما لا فما برشا فنانين يتسبلك يقول لك ما عنديش فلوس وراهو انتاج وكمام ولازمني نصرف؟ والله يا أميمة هذا سؤال كبير برشا، انا بدي نقبر ساعات فنانين نقول لهم راكم تصرفوا في مصروف كبير ساعات معناتها بلا جدوى، فهمت؟ يحطوا في برشا فلوس في التراب، ساعات في كليب فيديو يصرف 30 مليون لتلقى المنتوج معناها في حد ذاته، معناتها كنت نجم تخرج كيفه باقل تكاليف. مثلا ما نعرفش اي كليب تلقاه ما فيهوش ديزيفي كبار برشا، تقول له معناتها عادي كاميرا بورتي ولا بالرونين تصور، يقول لك 20,000 30,000 دينار. انا نقعد مصدوم معناها. بالك شي لي رابور على خاطر عندهم اصحاب، انت تدلل على كادرور، تدلل على اسوام ولاد حومتك يجيو يصوروا معاك. فما الكوتي هذيك، وفما زاد اسوام في المارشي، وفما راهو اللي مسك النايف وميمه ما يعرفوش بالحق. قابلت برشا فنانين من اصدقائي مسكين ما يعرفش يتعاملوا مع شريكه ولا حاجه، السومه ذيك خاطر من قبل كانت هكاك. هما تو مثلا فنان لبناني 50,000 دولار يعملوا كليب، ساعات راهو احنا في تونس تضحك عليه فيلا وتغني تحت الدوش ومن بعد تعارك وصاحبها في الصاله 50,000 دولار. المخرج جاد عبد الشعروري تقول شنو هذيك اللي تبعضها، هو فهم شايره والله فهم شاي، المكياج تخو 1500 دولار في النهار، خاطر يقول لك اسم المخرج غادي مثلا يعاونك حتى على معناتها قيمتك الفنيه. احنا في تونس نحاولوا بدي مويان بساط والله، ونحب نقدم تحيه لرابور راهم نقدموا في مجهود كبير في الساحه. وما حاك تشوف معناتها اكثر توا العباد اللي قاعد تنتج هما لي رابور بالحق، واللي شادين تحكي وليت بنون الجمع اكاهو معاهم وليت اكاهو اكاهو ما توضعنا مره الاولى مره ثانيه زاد الى ما تعبش يقعد الواحد خاطينا ما يسالش نتبناو شويه القضيه. مرحبوا بيك لي رابور، فما شكون قال لك مرحبا بيك اللي وليت معنا؟ فما اي فما هما معناتها اللي ما يقول لك من الاول زعما باش يعملها زعما عنده ما يقول في روحه، ومن بعد كي شافوا الكليب الثاني والنيفو شويه طلع ومعناتها ميوزيكال مون بارلون عندي ما نقول في روحي كوميم معناتها ما نغطيوش عين الشمس. خلي الناس تشكرك يا امير. لا الناس تشكرك اكيد، اما نحكيك وميما فما دي باز مثلا انت غنيه تسمع انت بيدك وميما نغطيوش زاد عين الشمس بالغربال قلت ثلاثة مرات اما كوميم كان جات غنيه ماهيش في المستوى ما يستدعكش معناتها انت ولا تلافز ما يستدعكش. شكون هناك من لي رابور كلمك قال لك العدد علي نفس سمرين يوسف اكرم مارجو وعبد السلام فينيكس ثلاثة ذوما برك ظهر يقعدوا حيطهم. علاش هرمستا وينو كفان وينو هرمستا كيف ما رجعليش نتفاهم معاه ما رجعليش صحاب انت وياه هرمستا هي صحاب بالكدا نجم تتعامل معاه؟ باش نتعاملوا مع بعضنا ما عنده وين هارب. لا لا اسمعني الاولاد انا بدي نقول لهم خلينا نعمل سكور باهي معناتها كلي كيما حكينا وميما يهبط كليب يوصل لك 300 400,000 في نهار تولي غنيه تدور بالكدا في القهاوي كونفيرمي عرفتها وقتها نحاولوا نعملوا كولابوراسيون مزيانه حاجه في التوب. وميما في الاغنيه الاولى مالا 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 اللي هي كلمه غريبه كترن هكا في الوضع.